معي الآن أيضا طبعا كان معي الدكتور رياض الصدوي وهو الآن معي من جديد. دكتور رياض، هذا الأمر الآن يدفعنا للحديث عن استراتيجية جديدة، توحيد الاستراتيجية الدولية في مكافحة الإرهاب. ما مدى إمكانية وواقعية ذلك، خصوصا عندما نتحدث عن قمة أوروبية تعقد، طبعا عقدت أمس وتواصل الانعقاد؟ يا ليت والله، أنا استدعاني الاتحاد الأوروبي في لشبونة في البرتغال، وكان في ندوة حول الإرهاب، وكان كل الحضور من رجال المخابرات وضباط الأمن في مكافحة الإرهاب في 5 دول عربية من تونس والجزائر والمغرب ومصر والأردن. قلت لهم احذروا تسييس أو توظيف الإرهاب، بمعنى عدو عدوي ممكن أن يكون صديقي، وهذا ما حدث في حالة مثلا جبهة النصرة وهي القاعدة في سوريا. القاعدة أو جبهة النصرة طبعا هي معتبرة كتنظيم إرهابي في سوريا، لكن وزير الخارجية السابق الفرنسي لورون فابوس قال بالحرف الواحد جبهة النصرة قامت بعمل رائع جدا في سوريا. هذا أحدث لنا صدمة، نحن المتابعين للإرهاب ومثقفين أوروبيين وفرنسيين وغيره، كيف وزير خارجية دولة لايكة علمانية مثل فرنسا يقول أن القاعدة أي جبهة النصرة قامت بعمل رائع في سوريا ضد نظام علماني لايكي في هذه المنطقة. إذن المخاطر الحقيقية هي أن الإرهاب لما يضربني أنا أحشد وأعبئ كل قوى العالم من أجل أن تتضامن معي وتساعدني، أما حينما يضرب نظاما أنا لا أحبه فأنني أصفق له أو أساعده أو أغض الطرف عنه، أو ربما أقول قام بعمل رائع مثل ما فعل رولان فابوس. إذن توظيف الإرهاب مسألة خطيرة جدا في إطار العلاقات الدولية وفي إطار الصراعات السياسية، مشروع هذه الصراعات السياسية، يعني النظام الفرنسي والبريطاني يستطيع أن يكره بشار الأسد وأن يكره النظام السوري، هو حر وأن يعمل حتى لإزالته، أما أن يتحالف ويشجع وينوه في تنظيم إرهابي وما قام به فتلك مشكلة كبيرة جدا حسب رأيي، تضعنا أمام سؤالك الذي سألته وطرحته، وهو إلى أي مدى، إلى أي حد ثم الصدق في التعامل مع ظاهرة الإرهاب في العالم. نذكر مثلا أن قائد هيئة الأركان الأمريكي صرح قال داعش في سوريا والعراق يجمع دكتور على الأقل رياض، 20 دعني سنة أنقل